إلى عمان الآن للحديث والنقاش أكثر ينضم إلينا من هناك الكاتب الصحفي رجا طلب. أرحب بك سيد رجا. سيد رجا، ما نتابع يعني من خلال صور وحجم هذه الغارات الإسرائيلية على مختلف المناطق الجنوبية، بعد قبل قليل يتم التصريح بأنه سيتم أيضا استهداف المناطق الشرقية سهل البقاع، ألسنا أمام حرب شاملة سيد رجا؟ مساء الخير. بكل تأكيد يعني هذه لم تعد مشاغلات مثل ما كانت خلال الفترة الماضية. يعني طوال 11 شهر كان حزب الله يتدخل بصورة أو بأخرى بقصف مدفعي محدود لا يتجاوز حقيقة المناطق المحاذية للحدود، يعني مناطق المستوطنات في شمالي فلسطين المحتلة. لكن يعني الآن أن نتحدث عن قصف للعمق الإسرائيلي وصل إلى حيفا. يعني اليوم كان هناك قصف للمجمع الصناعي العسكري في رفائيل، وهو يعني شمالي حيفا، وكان هذا يمثل العمق. فبالتالي الآن انتقلنا إلى مرحلة جديدة من التصعيد من الجانبين، من الجانب الإسرائيلي الذي يريد أن يردع حزب الله بأي صورة من الصور، وأيضا من حزب الله الذي لا يريد أن يستسلم لمعادلة الردع التي يريد إيقاعها به الجيش الإسرائيلي. إذن هناك ما يسمونه بعض الأصابع، وبتقديري أن حزب الله في حال الدفاع ولديه خطة واضحة في كيفية الدفاع عن نفسه، خاصة بعد أن تلقى الضربات التي تلقاها، فهو الآن قادر، ما زال لديه القدرة على أن يقصف ويقصف العمق. لكن السؤال، ما هي الخطة التي توجد لدى الجيش الإسرائيلي؟ هل يريد أن يبقى يقصف بالطيران، وإلى متى يضرب البنية التحتية لجيش الاحتلال لحزب الله؟ وهذا وارد، لكن ما تابعناها اليوم خلال هذه الغارات يتم استهداف مباني مدنية، سقوط من بين القتلى يعني حتى الساعة من المدنيين أطفال ونساء، يعني وكأننا أمام نفس سيناريو قطاع غزة، يعني هو يستخدم نفس الذرائع لكن الأهداف وما يعني يرتكبه من جرائم هو يعني عكس ما يستخدم كذرائع. بكل تأكيد الإسرائيلي يكذب، ويكذب جدا وليس قليلا يعني. ولكن هو الآن، أردت أن أقول أن جيش الاحتلال ليس لديه خطة. إن كان يريد إبعاد قوات الرضوان، قوات حزب الله إلى شمالي الليطاني حسبما يعلن لكي يبعد الصواريخ، فهذه خرافة يعني ليس منطقيا، لأن لدى حزب الله قدرة صاروخية تصل إلى عمق دولة الاحتلال. لكن إذا أراد أن يوقع خسائر فادحة في حزب الله، أيضا عليه أن ويحتل الأرض ويقوم بخلق أو صناعة منطقة عازلة، هذا لا يمكن أن يتم إلا باحتلال أرض وإدخال مدرعات وإبقاء جنود. هل هو لديه مثل هذه الخطة؟ لا نعلم. خسائر فادحة، هو كان يتحدث عن أهمية أن يستهدف ويختال من هم مهمين داخل حزب الله، وقد قام بهذا واستهدف قيادات خلال الأسبوع الماضي. لما إذن يعني وعن بعد، يعني عبر تفجير البيجر كما تابعنا، لماذا الآن يعني هو يقوم بهذا العدوان؟ هو يعني واقع تحت ضغط أن عليه أن يعيد بناء معادلة الردع مع حزب الله، وإن لم يقم بهذه الأعمال، وأنت تعلمين أن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع يميني، وهنا أيضا تكمن مشكلة، يعني مجتمع ضاغط. ولدى الحكومة الإسرائيلية، لدى كابينة الحرب، يوآف جالانت أحد الصقور الذين منذ 7-8 أكتوبر يقول علينا أن نقوم بعملية عسكرية في جنوب لبنان لإضعاف قدرات حزب الله. يعني هناك توافق لأول مرة ربما منذ أشهر بين نتنياهو ويوآف جالانت في موضوع لبنان، وهناك اختلاف في موضوع غزة. إذن هذا التوافق يدفع باتجاه ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط العسكري بكل أنواع السلاح. ولكن يبقى السؤال، هل ستقوم إسرائيل بأخذ قرار باحتلال
محيط الليطاني وخلق منطقة عازلة مثل ما أشرت قبل قليل أم لا؟ هذا هو السؤال. أنا بتقديري أن إسرائيل لا تملك القدرات الميدانية الآن، وخاصة يعني العنصر البشري الذين هم القوات العسكرية المشاة، تسمى المشاة. لا أعتقد أن إسرائيل لديها فائض من المشاة لكي يقوموا باحتلال هذه الأراضي. وأن قامت القوات الإسرائيلية باحتلال أي أراضي لبنانية في جنوب لبنان عليها أن تحافظ عليها. أما إذا كانت عمليات كر وفر، إنزال وهروب، إنزال قوات خلف خطوط قوات حزب الله، هذا قد يحدث، ولكن هذا لن يعيد قوات حزب الله إلى شمالي الليطاني. طيب الآن يعني وفق ما تابعناه يعني من تصعيد متبادل من قبل الجانبين وقصف متبادل من الجانبين، هل يمكن يعني تحديد نوعا ما ملامح الأيام القادمة إلى متى قد يستمر هذا التصعيد؟ يعني التوقيت لا أحد يدرك، كل الذين هم يصنعون خطط الميدان يعني بجانب حزب الله وبجانب إسرائيل. ولكن بتقديري أن الأمور لن تهدأ إلا بعد أن يكون هناك جولات، وإسرائيل تحاول أن تكسر شوكة حزب الله بالقصف الطيران بإيذاء المدنيين، تماما مثل ما أشرت قبل قليل هو نموذج غزة. يريدون إحداث نموذج قريب من نموذج غزة في الضاحية الجنوبية، في النبطية، في شمالي سهل البقاع، في حتى على الساحل صور وغيرها من المدن الساحلية. لذلك هو يركز على إضعاف المعنويات لحزب الله من خلال مزيد من القصف للمدنيين، بحجة أن هؤلاء المدنيين لديهم أسلحة أو هم عبارة عن عناصر لدى حزب الله. وهذه الأكاذيب التي مللناها وكشفناها نحن المتابعون في حالة غزة. طيب يعني الآن يعني حتى الآن الولايات المتحدة موقفها من هذا التصعيد، يعني في وقت سابق تم التصريح يعني بأنه لا يعتبر تصعيدا في مصلحة إسرائيل، لماذا لم توقفها إذن؟ لماذا الولايات المتحدة حتى الآن وبرغم يعني استمرار تصريحاتها وتأكيد وتحذيراتها أيضا يعني في هذا النطاق، حتى الآن لم تنجح أو لم تضغط نوعا ما يعني بالطريقة التي كما يجب يعني على الجانب الإسرائيلي لوقف ما يجري؟ الإدارة الأمريكية يعني تعلمين أنها يعني إدارة أصبحت شبه انتقالية، كمالا هاريس هي الآن بالبيت الأبيض، الرئيس بايدن بخارج المشهد بكل ما تعني الكلمة من معنى. وأيضا هذه السنة انتخابية، شهر بعد شهر تقريبا أو أقل أو تقريبا شهر ممكن ستكون هناك انتخابات، ولذلك يعني تكون حذرة الإدارة الأمريكية بأن تكون ضاغطة على إسرائيل في حالة حرب. ولكن في الوقت نفسه لو أدركت الإدارة الأمريكية أو لمست عمليا أن هناك خطر حقيقي على القوات الإسرائيلية أو على إسرائيل، بكل تأكيد ستتدخل في هذه الحرب لصالح إسرائيل، وهي بعثت البوارج من أجل أن تكون رسالة لحزب الله ولإيران أن نحن موجودون بالمنطقة من أجل أن لا نسمح بإيذاء إسرائيل. أيضا علينا أن ندرك أن نتنياهو يريد توسيع جغرافيا الحرب منذ أشهر، يبحث عن ذلك، والآن جاءته الفرصة. هو استدرج حزب الله إلى هذه المرحلة، وهو الآن يريد أن يستثمر هذا الاستدراج في الإبقاء على حالة الحرب مشتعلة من أجل أن ينتظر بايدن. يعني هو يريد خلق ظروف يعني حربية وعسكرية وتوترات أمنية لكي يستفيد منها ويستثمرها لإسكات الجمهور داخل إسرائيل وللبقاء، من أجل أن تكون أسهمه دائما عالية في نظر الجمهور اليميني الذي قد يذهب في لحظة ما إلى انتخابات. يعني لا نعلم ماذا سيجري في قادم الأيام، هل يمكن أن يكون هناك انتخابات مبكرة أو لا. هو يحسب حسابات هذه اللحظة ويحسبها بدقة بالمناسبة، ولذلك يريد أن يظهر كمظهر البطل الذي يدافع عن أمن إسرائيل في كل الأحوال وبأي درجة من الدرجات. يعني هو لا يريد أن يبدو وكأنه ضعيفا
ويريد دائما أن يبدو أنه هو الوحيد القادر بحماية أمن الإسرائيليين.